بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ورحمه الله وبركاته. كما وعدنا في الحلقه السابقه سنتحدث في هذه الحلقه عن المنهجيه التي يمكن ان تجعلنا من العباد وتبعدنا عن العبيد. فرقنا في الحلقة السابقة بين معنى العباد والعبيد لضرورة أن المعاني تصنعنا يجب أن نفهم المعنى الصحيح المعاني تصنعنا وخلصنا إلى أن العباد هم من عبدوا أنفسهم لتقبل الحق والعمل به القاعدة التي تؤهلهم لقبول الحق والحقائق ونتحدث هنا عن منهجيه العباد ما النهج الذي يتبعه العباد طلاب الحق والحقيقه في الحياه ايات من سوره الفرقان تكشف البناء الاخلاقي والعقلي لعباد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما المشي الهون بنيه خارجيه لبنيه داخليه ليس التواضع مظهرها الوحيد بل التحرر من التفكير بالانطباع الاولي. التحرر من تحكم الدماغ بآليته في العقل بموضوعيته. اعيد. يتحكم الدماغ بآليته في العقل بموضوعيته. فالعباد لا يتركون ادمغتهم تسيرهم دون ان يحكموا عقولهم وعيهم بلا وعيهم فهم حذرون من الحكم على الامور بادئ الراي بلا تمحيص واقتفاء ما ليس لهم به علم يقدمون المعرفه الصحيحه على القرار اعرف اولا ثم قرر وهذا يتطلب الهون والتريث لماذا لان الدماغ اسرع من العقل بكثير اذ هو يحكم كحاسوب من خلال ما جمع من معطيات بلا احكام فالدماغ لا يميز التمييز مهمه العقل فلا بد من نصب حواجز العقل دونه فالعباد هكذا يمشون في الارض يسمعون يميزون يفحصون يقررون فرارا من الجهل والجاهلين واذا جهل عليهم لم يجهلوا يحافظون على عقلهم من الطيش نتابع الوصف الثاني والذين اذا انفقوا عباد الرحمن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الانفاق عنوان تستبين منه الحكمه او السرف يشير الى تحكم الحاجات والرغبات في الفرد او العكس فهنا طرفان نقيضان التبذير والتقتير وكلاهما عبوديه للحاجات والقوام بينهما حريه استخدام المال في لوازم الحياه باسلم وجه كما وكيفا وهذا لا يكون الا لمن تحكم في نفسه وضبطها بموازين قسط ويشتد صعوبه مع زياده السعه والوفره وغير الواجدين يحكمهم قصر اليد وقد تكون عين النفس ممتده ما يقدر ما عنده الوصف الثالث لعباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما ما المشترك بين القتل والزنا كي يورد موردا مشتركا انه احترام الانفس ان تخرج من الحياه بالقتل او تاتي للحياه بالشهوه والغضب النفوس مقدسه محترمه القدوم والخروج فالقتل اخراجها بظلم والزنا استدعاؤها باستهتار وكلاهما عمل الانا وعدوانها على غيرها. والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. الشهادة علم وحضور وبيان، والزور ما زور الحق وتزاور عنه. العباد يفطنون للتزوير والتزويق فيبتعدون عنه ويباعدونه عنه واللغو واذا مروا باللغو اللغو اداه للتزوير والتزويق بتزيين الفاسد والباطل والباسها البسه حق قلبا له او صرفا عنه او اشراكا فيه بحيله ودهاء طفوليين احيانا والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا العباد يستمعون القول بلا حواجز من اي نوع فمن حق الناس ان تتكلم وتبين مرادها ومن حق الاخرين ان يسمعوا وينصتوا ويسالوا ويتبينوا ثم يقبلوا او يرفضوا هذا حق للجميع يحاكمونه بموضوعيه ثم يتبعون منه الموقف الاحسن للقول الاحسن هذا الطريق ياخذ لمعرفه الرحمن ليكونوا من عباده هذه اخلاق قوم عبدوا انفسهم على اساسها قبل الايمان فكانوا عبادا ثم صاروا عبادا للرحمن فكانت معينهم على قبول الحق حين عرض عليهم وعلى التسامي به بعد قبوله نحو مزيد منها وانظر في صفات المذمومين في نفس سورة الفرقان الفارقة بين العباد وغير العباد وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جم جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا قائمه من افعال من لم يعبدوا انفسهم لقبول الحق استعرضتها السوره قبل ان تستعرض اخلاق الموصوفين بعباد الرحمن منبعثه كلها لا من دواعي عقليه بل من كبر النفس فليس ثمة اعتراض واحد يستحق التفكير فيه كإشكالية فكلها اتهامات واستهزاءات ومطالب تعجيزية أو خارج عن الطبيعة أو لا تمت للموضوع بصلة اتهام بالكذب والافتراء افك افتراء أساطير اكتتبها مطالب خارج الطبيعه ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك يلقى اليه كنز تكون له جنه ياكل منها بدل ان يسعى لطلب الرزق او مطالب تعجيزيه انزل علينا ملائكه نرى ربنا او مطالب لا معنى لها لولا انزل جمله واحده موقف او مواقف استهزائيه، هذا الذي بعث الله رسولا فمن لم يعبد نفسه لقبول الحقائق لم يتصف بالعباديه. مقصر في اداء واجبه تجاه وجوده. فهذا ما يحبه الله فينا وليس المذله، فلو كان يريد اذلالنا ما خاطبنا واضعا مقامه العالي على مقامنا الداني ذكرنا مثلين لشخصين كانا انموذجا لحاله العباد ابراهيم الفتى قبل النبوه وسلمان المحمدي قبل الاسلام فلنتامل فارق العباديه عن العبوديه منهما أولاً مع الفتى إبراهيم. إبراهيم فتى من فتيان قومه، لم يسأل غيره قومه: ما تعبدون؟ ما تعبدون؟ سؤال يكشف عن طبيعة شخصيته الباحثة عن جواب لكل ما لا يفهمه. ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين هذا جواب خارج السؤال هو يعلم انهم يعبدونها بدلاله السؤال نفسه ما تعبدون وانما اراد عله العباده فلعله ما يعبد العقلاء شيئا او جهه فما العله فلما لم يجيبوا افصح لهم عن العلل المسوغه للعباده في هيئه سؤال اخر قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون لم يكن مكابرا بل باحثا ويفترض انهم سيجيبونه اجابه مدركين فقالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون فعلم ان لا جواب وانه ليس ثمه امر خفي في عبادتهم يجهله قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين صدمتهم جراته ظنه يمزح اذ لا احد يجرؤ على مثل هذا القول وهو في تمام عقله فقالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين تمزح قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين كلامه هذا ليس عن صله بالسماء فهو بعد لم ينل ذلك ليس نبيا ولا يزال في بحثه والذي استمر طويلا فالزمان الحقيقي لهموم ابراهيم وتقليب وجهه في البحث ليس مختصرا كما اورده القران، بل استغرق مده من الهم يزداد كل يوم، وهو هنا لم يبلغ النتيجه النهائيه بعد، وانما قاعده راها بديهيه، فبما اننا مخلوقون فربنا هو من خلقنا، وخلق السماوات والارض قبلنا، وخلق كل هذا النظام المهيئ لمعاشنا. وبالتاكيد فهذه الاصنام العاجزه واضح جدا انها غير قادره على اي شيء وللتاكد فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ولما لم يسمع جوابا قال ما لكم لا تنطقون ثم استفزها بالتهشيم لعلها تدفع عن نفسها كاي حيوان فلم يجد لها حولا ولا قوه فقدح الله في قلبه انه يجب ان يبحث عن الخالق خارج المخلوقين فتوصل للنتيجه ان ربه رب السماوات والارض الذي فطرهن عبادية ابراهيم اي قلق الحنف للحقيقه لم يغادره وهو نبي فلا يكتفي بالايمان حتى يبحث عن الطمأنينه قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يريد بلوغ المعرفه حتى اقصاها جاءت الملائكه بالعذاب لقوم لوط قال ان فيها لوطا ويظل يجادلهم في قوم لوط يجادل ملائكه العذاب في قوم لوط لا في نجاه لوط لله درك يا ابراهيم ما اعظمك انسانا لم يذكر الله نبيا استغفر للوثنيين عبده الاصنام سواه وهذا اكبر ما اضاعه الزاعمون بنبوته من بعده سلمان مع سلمان سلمان المحمدي كابراهيم سائر يبحث عن الحقيقه لذلك يتقلب بين العقائد بما استغرق العمر فما بين نظره ابراهيم للقمر ثم تحويلها للشمس زمن مضمر في الايات بعمر مكابده معرفه الافكار وتمحيصها لتبينها او الكفر بها والتحول لاخرى تامل وتفكر وتثبيت او نقد هكذا كان ابراهيم وهذا ما حدث مع سلمان في تنقله بين الاديان. وهو وجه الشبه الاساس بينه وبين خليل الله ابراهيم عليه السلام. فسلمان كابراهيم لم يكن مستسلما للمجوسيه حين كان مجوسيا. أو كان محسوبا عليها. ولا للنصرانية حين حسب عليها. ولا حين عرف اليهودية استسلم لليهودية. بل هو في رحلة بحث ومحاكمة كما كان إبراهيم يتفحص الاحتمالات المطروحة عليه للآلهة. الكواكب القمر الشمس فهنا سلمان المجوسيه النصرانيه اليهوديه ولولا بلوغه الطمانينه بالنبي وصدقه لظل باحثا الى يوم يلقى ربه سلمان صوفي النزعه منذ نشاته شخصية زاهدة متعطشة للحقيقة ناقدة فاحصة مثل إبراهيم عليه السلام بعيدة عن الغرق في الملذات طبيعة لم تفارقه وهي التي لا مع علي بن أبي طالب عليه السلام فكان من أصحابه المقربين الذين يحملون ذات النزوع الصوفي والأخلاق السامي في رحلة التحول والتقلب بين الديانات تعرف على النصرانية وهي بطبيعتها أيضا تلامس شيئا من الصوفية فيه وحين لم يرتوي صار يبحث عن فكرة أسمى يبل بها صدى فتنقل في البلاد فاسترق وساقه قدره للمقدر له حين استعبده يهودي يثربي فتعرف اليهودي وحبسه القدر على باب المقدور الذي ينتظره ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم اما قصه روايه العلامات الثلاث التي اعطاها معلمه الاخير كمعرفات للنبي القادم فهذه قصه الظن انها مركبه ومفبركه والدليل هو حكايه خاتم النبوه الذي تسمع به ولا تراه ولكن الناس تحب الدلائل الحسيه فجعلت وشما اسمته خاتم النبوه كان في ظهر النبي منذ ولادته ولا يعلم هو دليل لمن هل للنصارى المزعوم علمهم به التاريخ يكذب ذلك فلا احد منهم طلب رؤيته دليلا ولا ذكر له الا في حكايه اسلام سلمان وارى انها قصه لا تصدق والذين راوا النبي يري سلمان كتفه او ظهره وهذه حقيقه لم يفهموا عله ما فعله فتناقلتها الالسن ونسج منها وهم وجود وجود خاتم على ظهر الرسول صلى الله عليه وآله هذا جنوح بالحدث إلى غير حكمته فما أراه محمد صلى الله عليه وآله من جسده لسلمان إنما ليستيقن أن محمدا الرسول بشر لحم دم اعضاء ليدحض الغلو الذي شاب النصرانيه بالتثليث ليطهر منها عقل سلمان ان كان به تلوث بها سلمان الصحابي هو الوحيد الذي قطع الطريق للاسلام عبر الديانات السماويه فعرف الكثير مما يجهله غيره من الصحابه. سلمان تعلم المجوسيه او الزردشتيه، وهي تلاقح بين بقيه علوم عند اليهود من زمن سليمان وتعاليم زردشت. انتج المجوسيه. ولا شك انه قرا الافستا كتاب دينه الاول. واطلع على ما فيه من مزامير الدعاء وتعاليم الدين واجابات العديد من الاسئله حول السماء والارض والمخلوقات والحياه في الفصول الاخيره من كتابهم المقدس يدور الكلام بين الحكيم وروح العقل الحكيم يسال وروح العقل يجيب اسئله كثيره ومتنوعه واجابات مفيده في اكثرها فمثلا يسال الحكيم روح العقل ما هي السبيل والماثر التي يبلغ بها البشر الجنه فيعدد له روح العقل ثلاثه وثلاثين كلها خصال حميده اذا استثنينا منها الزواج من اقارب الدم التي اباحت لهم الزواج من المحارم وفي ظني انه فهم محرف عن امر صحيح وهذه امثله من ثقافه سلمان في المجوسيه واحد قواعد الايمان ثلاث هذا قراه في المجوسيه قواعد الايمان ثلاث الفكر الطيب والقول الطيب والعمل الطيب اثنين امتنع من التعامل مع الشريرين المقرفين المخربين الفتاكين من الابالسه الاكثر كذبا الاكثر فسادا الاكثر شؤما من بين كل الموجودات اتبرا من الابالسه واعمالهم اتبرا من السحره واعمالهم ومن الذين يغتصبون الحياه الافكار الاقوال الافعال والاخلاق امتنع عن التضامن مع الكذابين والمخربين فهذا ما علمه اهورا مازدا زردشت في كل المحادثات هذه نصوص يعني ثالثا ايا كانت الاعمال خفيه ام علانيه فلا بد ان تنال العقاب السيئة يعني أربعة كل من يشايع الإنسان الصالح فسيكون له المجد الإلهي. أما أنصار الشرير فسيكون نصيبهم البؤس. خمسة إن معلم الشر يفسد المعتقدات وبتعاليمه يفسد نظام الحياة ويمنع من اكتساب العقل الخير. ستة يجب ان يختار الانسان سياده الخير بكل حماس من خلال افعاله انها تجلب المكافاه النفيسه لمن يعمل بجد وسوف يكسب الخير الاسمى لقاء افعاله ومع ذلك غادرها بحثا عما هو احسن فالديانات عموما لا تسلم من الاضافات والتحريفات والتاويلات الباطله، التي تجعل الباحث عن جواهر الدين كاصحاب المناجم في بحثهم عن الجواهر، كم طنا من التراب يجب ان يزيلوا ليحصلوا على شيء من المعدن، سلمان يبحث عن النقاء والتطهر، فهاجر في سبيل ذلك هجرة طويلة من حيث الزمن والمسافة وتنقل في أحوال متباينة حتى نال مراده. ومن الناحية الحضارية والمدنية سلمان أكثر الصحابة ثقافة ومدنية. لتجربته الثرية وتنقله بين حواضر متعددة كلها اكثر تحضرا وتمدنا من المدينه المنوره شيراز وقيل اصفهان هذا زمن الدوله الساسانيه وكانت من اكثر الدول حضاره ومدنيه حينها عرفت اول الجامعات الاكاديميه الجامعه للثقافات المتنوعه اللي هي جامعه جنديسابور وقد اصبحت يقال وصف هذه الجامعه في وصفها يقولون وقد اصبحت هذه الاكاديميه احدى اهم مراكز التعلم في تاريخ العالم في ذلك الوقت. اذ سعت الى الحصول على نصوص من جميع البلدان المجاوره بدءا من نصوص فلاسفه يونانيين الى نصوص دينيه ايرانيه واعمال هنديه ايضا. ولم تترجم تلك النصوص الى اللغه الفارسيه الوسطى فحسب بل ايضا الى اليونانيه وعده وعده لغات اخرى فيما شكل معرفه اكاديميه وثقافه ورثها العرب لاحقا وبنوا عليها ثم انتقلت الى الثقافه الاوروبيه بعد ذلك هكذا يصفون هذه الاكاديميه سلمان كان يتقن عددا من اللغات بفعل التجربه الفارسيه السريانيه واليونانيه احتمال قوي والعربيه فليس من فراغ كان علماء المسلمين اكثرهم من فارس لا لانهم الاذكى ولكن للظروف الموضوعيه وكونهم حضاره متقدمه كبلد عرف الجامعات بينما العرب ذكاؤهم الفطري وقاد واما علومهم الحضاريه صفر تقريبا نتابع الحديث في الحلقه القادمه تحت عنوان حين تلوث الافكار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته